السلام عليكم، في حال ما كنت سريع قبل من الفيديو الجديد في القناة من سلسلة تاريخ اللاعبين في الالتيميت تيم. عنا في هاي الحلقة اللاعب اللي هو كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي المتألق والمنتخب البلجيكي أيضا، فلاعب الصراحة جدا متألق وجدا ممتاز. ويلا خلينا نبدأ عننا. فيفا 10 مثل ما أنتم شايفين بطاقته الريتنج عنده 64، عنده يعني بطاقة تعتبر غريبة جدا وضعيفة يعني بشكل كبير، وطاقته أيضا تعتبر جدا تعبانة. فعنده ريتنج 64، عنده أعلى طاقة السرعة 67، عنده الدربلينج 64، الشوت 60، البساط 56، والهيد أيضا 56. فصراحة طاقته تعتبر جدا عادية أو أقل من عادية حتى بالنسبة لكيفن دي بروين في سنة 2010 أو في لعبة فيفا 10. ننتقل على فيفا 11، مثل ما انتم شايفين ما نزل له غير بطاقه واحده بس، الريتنج فيها 70. عنده اقل طاقه اللي هي الدريبلينج 71 او المراوغات يعني، فعنده الباصات 70، السرعه 69، والشوت 69، عنده الهيد 62، والدفاع 50. الصراحه ايضا طاقته يعني تعتبر طاقات عاديه يعني عاديه نوعا ما. فهذا بالنسبه للعبة فيفا 11. ننتقل على فيفا 12، مثل ما انتم شايفين نزل له بطاقته العاديه، الريتنج فيها 75 ذهبيه يعني، فعنده اعلى طاقه الباصات 78، الدربلينج 75، السرعه 74، والشوت 72. بطاقه يعني تعتبر كويسه نوعا ما. فنزل له نسخه انفورم الريتنج فيها 81، يعني ارتفع 6 الريتنج عن النسخه العاديه. فعنده اعلى طاقه الباصات 84، الدربلينج 81، الشوت 81، والسرعه 78، عند الهيت 49. الصراحه يعني طاقته تعتبر طاقات كويسه نوعا ما، عند الباصات يعني جيده لا باس بها 84. فهذا بالنسبة للعبة فيفا 12. ننتقل لفيفا 13، مثل ما انتم شايفين بطاقته العادية الريتنج فيها 78، فعنده اعلى طاقة اللي هي الباصات 80، عنده الدربلينج 77، الشوط 75، السرعة 73، يعني طاقته تعتبر طاقة كويسة، والباصات عنده جيدة نوعا ما. فعندنا نزل بطاقة اللي هي يعني سوق الانتقالات لما انتقل لنادي تشيلسي الانجليزي، وطبعا نزل له نسخة اون فورم. طبعا هذا الكلام يعني مع فيرد بريمن الالماني، فعنده الريتنج فيه 79، عنده اعلى طاقة الباصات 83، الدربلينج 79، عنده الشوط 78، عنده السرعة 74، ويعني الطاقات الثانية تعتبر طاقات عادية. فيعني بطاقته تعتبر بطاقة كويسة نوعا ما. نزل له نسخة سكند اون فورم من مركزه ار دبليو، عنده اعلى طاقة اللي هي الباصات 86، باصات تعتبر جدا كويسة الصراحة بالنسبة للاعب. عنده الشوط 80 والدربلينج 81، فعنده ايضا السرعه 75، سرعه ايضا تعتبر كويسه نوعا ما، لكن مو بالنسبه لجناح، بالنسبه للاعب خط وسط او كام. فهذا بالنسبه لفيفا 13. ننتقل لفيفا 14، مثل ما انتم شايفين بطاقته العاديه نزلت لقوتها 80، عنده اعلى طاقه للدربلينج 82، عنده البساط 80، عنده السرعه 79، وعنده الشوط ايضا 79، يعني بطاقته كبطاقه عاديه تعتبر بطاقه كويسه نوعا ما. ونزل بطاقة اللي هي سوق الانتقالات ايضا لما انتقل من نادي تشيلسي الى نادي فولفسبورغ الالماني، فعنده الريتنج فيها ايضا يعني نفس الشيء اكيد. ونزل نسخة الورد كاب او كأس العالم، فعنده الريتنج فيها 82، عنده اعلى طاقة فيها اللي هي الباصات 84، والدربلينج 84، عنده الشوط 83، والسرعة 82، يعني بطاقته تعتبر الصراحة بطاقة كويسة جدا. ونزل بطاقة اللي هي الجرين يعني او الخضراء، فعنده الريتنج فيها 82، يعني طاقتها نفس طاقة بطاقة كأس العالم يعني، ما تختلف اي شيء بس اللون. فيعني هذا بالنسبة للعبة فيفا 14. ننتقل لفيفا 15، مثل ما انتم شايفين يعني قدامكم نزلوا بطاقات جدا كثيرة في لعبة فيفا 15. بطاقته العادية الريتنج فيها 81، عنده اعلى طاقة للدربلينج 81، الباصات 80، والشوط 80، عنده سرعة 77، سرعة ايضا تعتبر جدا كويسة الصراحة بالنسبة للاعب. نزل له نسخة الابجريد الريتنج فيها 83، فارتفع يعني طاقته بشكل كويس، فعنده الدربلينج ارتفع ل 83، الشوط ارتفع ل 81، الباصات ارتفعت ل 83، والسرعه ارتفعت ل 79، الفيزيكال ارتفع ل 70، الدفاع 42. فيعني هاي بالنسبه لبطاقه الابجريد. ونزلوا بطاقه الانتقالات ايضا او سوق الانتقالات لما انتقل لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، فايضا ما تختلف طبعا عن البطاقه العاديه بس النادي. فنزل نسخه انفورم مع نادي فولفسبورغ طبعا، فعنده الريتنج فيه 84، عنده اعلى طاقه اللي هي الدربلينج 85، عنده الشوط 85، والباصات ايضا 85، فعنده السرعه يعني 80، السرعه تعتبر جدا كويسه الصراحه، وعنده الفيزيكال 71، يعني بطاقته تعتبر بطاقه انفورم بطاقه جدا كويسه. فنزل بطاقه سكند انفورم عنده الريتنج فيها 85، فيعني مثل ما انتم شايفين عنده اعلى طاقه الباصات 88، عنده الدربل 87، الشوط 87، السرعه 81، الفيزيكال 74، والدفاع 48. فبطاقته ايضا تعتبر بطاقة جدا كويسة، يعني عنده شوط باصات ودربل، بطاقة تعتبر جدا ممتازة ايضا. نزل بطاقة المان اوف ذا ماتش الريتنج فيها 86، عنده اعلى طاقة الشوط 89، الباصات 89، الدربلينج 88، السرعة 82، الفيزيكال 75. صراحة بطاقة تعتبر بطاقة جدا كويسة، يعني عنده شوط وباصات، الشوط عنده يعتبر جدا خرافي الصراحة، عنده الباصات، عنده باصات وعنده دربلينج.
فهي بالنسبة لبطاقة مان اوف ذا ماتش الاولى. نزل لبطاقة مان اوف ذا ماتش الثانية، طبعا عنده الرانكينج فيها 87، عنده اعلى طاقة الباصات 92، يعني عنده الباصات 92 اعلى طاقة، والشوط 91، الدربة 90، يعني عنده ثلاث طاقات في التسعينات، وعنده السرعة 83 والفيزيكال 77، فبطاقة تعتبر بطاقة جدا كويسة الصراحة. نزل بطاقة انفور مع نادي مانشستر سيتي هاي المرة، فعنده الريتم فيها 88، عنده اعلى طاقة الباصات 95 باصة اسطورية بالنسبة للاعب، الشوط 93، الدربلينج 92، عنده السرعة 84 والفيزيكال 8، فالصراحة بطاقة تعتبر جدا كويسة ومركزه ار ام. نزل بطاقة تيم اوف ذا سيزون، طبعا هي مع فولفسبورغ يعني قبل ما ينتقل لمانشستر سيتي، الريتنج فيها 92، بطاقة خرافية بمعنى الكلمة، عنده الباصات على طاقة 98، يعني باصات جدا اسطورية ما عليها كلام ابدا، عنده الدربلينج 94، وعنده الشوط 95، يعني الشوط يعتبر جدا خرافي بالنسبة للاعب كم لفتاي الشوط 95، فهذا يعتبر يعني شيء اسطوري، عنده الدربلينج 94، السرعة 88 والفيزيكال 82. فالصراحة بطاقة دي بروين يعني في سنة فيفا 15 تطور أداؤه بشكل جدا رهيب، فهذا بالنسبة للعبة فيفا 15. ننتقل لفيفا 16 أيضا، مثل ما أنت شايفين بطاقة جدا خطيرة بالنسبة لكيفن دي بروين، فعندنا بطاقة العادية الريتنج فيها 86، عنده أعلى طاقة الباصات 86، نفس الريتنج للدربل 84، الشوط 83، السرعة 77 والفيزيكال 75. نزل لبطاقة الفوتيز، ما تختلف أي شيء عن البطاقة العادية غير اللون بس، ونزل لبطاقة انفورم الريتنج فيها 87، عنده أعلى طاقة الباصات 88، الشوط 86 والدربل 87، عنده السرعة 78 والفيزيكال 77، فبطاقة تعتبر جدا كويسة الصراحة. نزل لبطاقة السكند انفورم الريتنج فيها 88 أيضا، يعني ارتفع لل 87، فعنده الدربلينج 89، أعلى طاقة هي والباصات 89، الشوط 87، السرعة 79 والفيزيكال 80، فبطاقة ايضا جدا ممتازة. ونزل بطاقة ثيرد انفورم، يعني انفورم ثالث، فعنده الريتنج فيها 89، عنده اعلى طاقة الدربل 90 والباصات ايضا 90، عنده الشوط 88، السرعة 80 والفيزيكال 82، يعني عنده خمس طاقات 80 فوق. فنزل بطاقة مان اوف ذا ماتش الريتنج فيها 90، بطاقة جدا خرافية الصراحة، عنده اعلى طاقة اللي هي الدربل 91 والباصات 91، الشوط 90 والفيزيكال 85، السرعة 81، فبطاقة ايضا تعتبر جدا خرافية. نزل بطاقة اللي هي اليورو، فالريتنج فيها 91، عنده اعلى طاقة الباصات 93، عند الشوط 91 والدربل 92، بطاقة ايضا تعتبر بطاقة جدا كويسة بالنسبة للاعب، والفيزيكال طبعا فيها 87. نزل بطاقة اليورو يعني بطاقة ثانية، الريتنج فيها 92، عنده اعلى طاقة الباصات 95، عنده الدربل 93، الشوط 92، الفيزيكال 89، والسرعة 83. نزلوا بطاقة اللي هي الفوتيز بس تختلف عن العادية، العادية تختلف اللون بس، لكن هاي الطاقات عنده الريتنج فيها 94، بطاقة جدا اسطورية الصراحة، عنده على طاقة الباصات 98، عنده الدربل 96، الشوط 95، الفيزيكال 92، السرعة 85، يعني عنده أربع طاقات في التسعينات وواحدة في الثمانين. ونزل بطاقة انفورم الريتنج فيها 95، يعني كأقوى بطاقة نزلت له في الألتيميت تيم لغاية الآن، فعنده الريتنج فيها 95، على طاقة عنده الباصات 99، يعني جاب الباصات من الآخر الصراحة، فعنده الدربل 97، الشوط 96، فيزيكال 93، السرعة 86، فبطاقة تعتبر جدا خرافية الصراحة بالنسبة للاعب، يعني طاقات متفجرة تعتبر بالنسبة لكيفن دي بروين في لعبة فيفا 16. ننتقل على فيفا 17 أو الفيفا الحالية، مثل ما أنتم شايفين بطاقته العادية الريتنج فيها 88، عنده أعلى طاقة الباصات 86، الدربلينج 84، الشوط 83، السرعة 77 والفيزيكال 75. صراحة بطاقة كيفن دي بروين كبطاقة عادية تعتبر بطاقة جدا كويسة، يعني عنده الشوط يعتبر جدا كويس بالنسبة للاعب كام، عنده باصات وعنده دربلينج. فنزلت له بطاقة انفورم الريتنج فيها 89، عنده اعلى طاقة اللي هي دربل 86 او الباصات 87، لدربل 86، الشوط 85، السرعة 78 والفيزيكال 77، فهذا يعني كان بالنسبة لبطاقات كيفن دي بروين في الالتيميت تيم. فبس شكرا لكم لنهاية الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم، اذا عجبكم الفيديو لا تحرمونا من زر اللايك واشترك في القناة اذا ما تشترك. فبس هذا كان اليوم، اشوفكم على خير في فيديوهات جاية، في امان الله.